عندنا عدة فرص خاصة في الثلث الأخير من المقابلة، أربع ركنيات أو ثلاثة متتالية، وكانت الهدف من طرف اللاعب بن عيسي اللي أكد من قبل المقابلة أنه يعتبر لاعب من تنك الكبار ونحتاجوه دائما لبقية المشوار. في الأخير أحيي هذه الجماهير اللي حضرت مساندة اللاعبين إلى آخر دقيقة، راه مشكورين. توصل الميساج، تحط ان بلون دو جو، من بعد سور لو تيران تشوف فوا با هذا الشيء. درك وين راه الاشكال؟ اسكو الاشكال انه التعداد هذا ماهوش قادر؟ اسكو ضعف في التعداد؟ اسكو ما كانش في بريز دو كونسيونس؟ رغم انه يعني كل الامكانيات متاحه، الانسان ياخذ الراحه ويتصل بالمسؤولين هذوما، كيما دخلنا بالمعروف نخرجوا بالمعروف، يسمحوا لنا المناصرين. انا جيت بور ان بروجي باين تاع الصعود تاع الفريق، درنا اون بون بريباراسيون، حبينا انه نديروا حاجه للفريق العريق هذا، مي سا مارش با.